الظهور الأول لمحمد صلاح في معسكر منتخب مصر. رغم خطاب ليفربول، محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر مبكرا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. الظهور الأول لمحمد صلاح في معسكر منتخب مصر. شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي صورا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026. وظهر محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر بلوك جديد لشعره رفقة المدير الفني حسام حسن وإبراهيم حسن، وتقرر استبعاده عن مباراة الخميس المقبل وتجهيزه للمواجهة الثانية أمام غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المقررة يوم 10 يونيو. رغم خطاب ليفربول، محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر مبكرا. كشف مصدر داخل منتخب مصر عن أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي قد انضم لمعسكر الفراعنة ظهر اليوم السبت استعدادا للمشاركة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وقال المصدر في تصريحات ليلا كورا أن محمد صلاح كان قد وصل إلى مصر منذ أسبوع تقريبا، وقضى إجازة قصيرة مع أسرته داخل القاهرة قبل الانضمام للمعسكر. وأوضح المصدر أن نادي ليفربول كان قد أخطر منتخب مصر في خطاب رسمي بوقت سابق بأن صلاح سينضم مع بداية فترة الأجندة الدولية يوم 3 يونيو الجاري. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل ميزانية شركة محمد صلاح وأعماله التجارية. ظهرت تقارير أمريكية اليوم الخميس تكشف عن حجم العائدات التي يتحصل عليها لاعب محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، والتي يأتي أبرزها من الشركة الخاصة به والمسؤولة عن تطوير العلامة التجارية للاعب. نجم ليفربول السابق يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح. لا يزال مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول يتصدر المشهد خلال الفترة الحالية في ظل كثرة التكهنات بشأن مستقبله مع الريدز. ثمة تقارير عدة تشير لوجود رغبة من قبل الدوري السعودي في الظفر بخدمات النجم المصري، خاصة مع قرب نهاية عقده. مستقبل محمد صلاح مع ليفربول. في هذا الصدد تحدث مارك لورينسون نجم ليفربول السابق قائلا: شعوري بأن محمد صلاح سيرحل عن النادي. أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي المكان المنطقي للانتقال إليها. هل ينتقل محمد صلاح للدوري السعودي؟ سعود يرد. رد سعود أحد أشهر الشخصيات في الرياضة السعودية والمتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي على أنباء انضمام محمد صلاح للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة في أعقاب أزمته داخل نادي ليفربول. وقال سعود في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي على قناة NBC: محمد صلاح من أهم اللاعبين على مستوى العالم وإضافة كبيرة للدوري السعودي، ولكنه سيستمر في الدوري الإنجليزي مع ليفربول في الموسم المقبل. محمد صلاح يعلن قراره حول مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد باريس. أعطى نجم نادي ليفربول محمد صلاح موافقته على المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها باريس هذا الصيف. وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يحق للمنتخب المتأهل للألعاب الأولمبية الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن القانونية وهي 23 عاماً. ويعتبر صلاح البالغ من عمره 31 عاما من أهم العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب المصري. شوبير يكشف أسماء ثلاثي فوق السن مع مصر بالأولمبياد وحسم موقف محمد صلاح. أكد شوبير في تصريحاته الإذاعية على راديو أون سبورتس FM على أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي يرغب بقوة في ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.
وتابع مصطفى محمد موقفه سهل عند محمد صلاح، خصوصا أن فرنسا ستترك لاعبيها جميعهم للتواجد مع منتخباتهم في الأولمبياد. محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع ليفربول. فجر محمد صلاح مفاجأة قوية بشأن مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القادمة وموقفه النهائي من الرحيل عن الفريق أو عدمه. وارتبط صلاح بترك صفوف ليفربول الفترة المقبلة بعد أن وصله عدد من العروض المختلفة من الأندية المهتمة بضمه في سوق الانتقالات الصيفي القادم. ليفربول يثير التكهنات حول مستقبل محمد صلاح. كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن إدارة نادي ليفربول تريد التكهنات حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف الريتس مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وأكد موقع ليفربول إيكو أن إدارة نادي ليفربول تثير المزيد من التكهنات والغموض بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وأشار الموقع المقرب من إدارة ليفربول تأتي نتيجة عدم اتخاذ النادي الإنجليزي الكبير أي قرار حتى الآن بشأن تجديد عقد اللاعب المصري من عدمه. وأوضح موقع ليفربول إيكو أنه نتيجة لذلك قد يكون من الحكمة أن يفكر ليفربول في التعاقد مع جناح أيمن جديد هذا الصيف ليكون خليفة صلاح على المدى الطويل خلال السنوات القادمة. متحدث النصر السعودي السابق محمد صلاح مستمر مع ليفربول الموسم المقبل. قال سعود المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي إن المشروع الرياضي السعودي لا يقارن بأي مشروع في آسيا نظرا لما يقدمه من مستوى مميز وتواجد لاعبين عالميين في البطولة. وأضاف المتحدث السابق لنادي النصر في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار مع مدحت شلبي. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب توقيع الجميع حدوث مشكلة مع محمد صلاح وحسام حسن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.